والهوى حلو يا ناس. انظار ودار اسمع اخبار، انظار ودار تعرف اسرار، انظار ودار تلقى اخيار، انظار ودار تعرف اشرار. هادي خدام عندي المحاكم واقفض الضيق، وتقول ماشي ذنبي ما كانش قصدي. هادي ما فيها امان تبين طيبه وحلاوه الكلام، يا ناس فين الامان، يا ناس فين الامان. هادي قيل نعاسة ما تعطف ما ترحم، وانا صبرا نتألم حتى تتعلم. هادي صبارة راضية بالمكتوب، سبحانه. شوفوا 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 يا ناس ما يجرى بطيور الناس، شوفوا شوفوا يا ناس هادي بالكذوب حولت تفرق القلوب، لكن الكذوب ما يغير المكتوب، ما يغير المكتوب. أجي وتشوفوا معنا يا ناس ما يجرى في ديور الناس. ألو سكينة أمضرة، بصح هي مدبة شوية ياك؟ ألا لا ما يتسالكش، لا خطيك وصافي. ايوا والخلاص ويلي، هاد الشيء راه جاني رخيص عندك تكون شي وحده عيانه. ايوا على محل لالا، واخا صدقات هي هذيك، ما صدقات شي رزق على الله. بسلامه. اه راه كنعين فيكم، يلا الله يعاون. بونجور. صباح الخير. عرفتي شنو عبد اللطيف؟ نعم. من دابا شويه سكينه جايبه لي خدامه جديده. جايبه لك خدامه جديده؟ انا اختي لطيفه، انت ما باغاش تعيي من هاد الخدامات هادو؟ ها ما ماشي كلهم بحال بحال. ايه هاد مره نجربو. واخا نجربو، نجربو ونجربو هادي اللي جايه، ونجربو اللي من موراها، ونجربو الاخرى، وغنبقاو حنا هكذا. والله ما عندك شي عقل. وشتي انا الا بقيت تبعك انت في الري ديالك غادي يديني الواد. اش من واد اللي غيديك اسيدي؟ انت خرج هاد السوق، ياك انا اللي كنخلص وكنقابل. اي انت كتخلصي وكتكبري، انا ما قلت شي. ايوا المشاكل اللي كتوقع شكون اللي كيحلها؟ انا. هاد النوبه سيدي ما تفك ليش المشكل، خليني نعوم في البحر بوحدي صافي. اه لطيفه الله يهديك لطيفه، انا قصدي ما بغيتكش تتعبي وما بغيتكش تكرفصي، انا بغيتك ما تعانيش من المشاكل ديال الخدامات. هيك جربناهم كلهم وما طلع فيهم ربح، كلهم زيرو، بقاتنا غير الهبيله. كيف ما كانت هاد المشاكل حتى حنا في الدار عندنا مشكل كبير، وانت عارف هاد الشيء مزيان. واش كنجيب انا الخدامه باش نبان قدام الناس؟ انا كنجيب الخدامه باش تعاوني، حيت انا موظفه وما نقدرش نوفق بين الوظيفه وبين الخدمه ديال الدار. ايوا صافي ما تعصبيش، ما تعصبيش ماس، انا هادشي عارفه، انا عارفك انت موظفه، حتى انا موظف. واش غادي نقول لك؟ ما كاين حتى شي مشكل، جيبي هاد الخدامه لالا، يقول لي غير خاطرك. ايوا شفتك باقا جالسه. ما غادي تنوضيش؟ غادي نوض. لبسي حوايجك باش نخرجوا للنادي. نخرجوا للنادي؟ اه. انا كنقول لك دايره مع السيده تجيب لي البنت، انت كتقول لي امشي معك النادي. هي دابا انا غنخرج بوحدي. وسير بوحدك حتى السيمانه ما جاي ومشي معك يلاه. واخا. ايوا انا كنلبس حوايجي باش نخرج. مرحبا، 100,000 مرحبا بلاله سكينه عندي. الله يسلمك اختي لطيفه. وين فين غبورك؟ في الدنيا. سلمي.
هذه هي السيده اللي جبتي لي. هذه هي بداتها وصفاتها. ايوا مرحبا بك هاني. الله يبارك فيك. جلسي. اجد جلسي. ما فينا التعطيل، ماشي من عوايدك. وراكي عارفه دزت عند فضيله، خرجت عندي امها قالت لي تسني بلي راه صبحه ناعسه شويه. هي سميتك فضيله؟ شفت البنت باين فيها النعاس. ويلي على باقي شي وقت النعاس دابا. قولي لي كدير كريم؟ راه قاس كيكبر مع الوقت، راه قاس كيلعب في الناموسيه ديالو. ايوا وسيدي عبد اللطيف. عبد اللطيف يلاه لقيتي باغي يخرج، قال لي يلاه تمشي معايا للنادي. قلت له ولي راه دايره مع سكينه السيمانه الجايه. لا ما كاين حتى شي مشكل، انا ماشي برانيه، الا غتخرجي نوضي سيري. ويلي الخروج غيهرب حتى السيمانه الجايه. ويلي سكينه بحال بحال. قولي لي واحد السير مختار فين وصل؟ وراه كيعدي مع الخدمه. ويلي نسيت راسي بلاتي بعدا. لا الغاده غنبقاو نهضروا كي ما نعمروش كويزيلات. لا ما تكلفيش راسك، والله ما عندي منين يدوز. ياك لاباس. خليت امي عيانه، ما شكيت عليك في الدار. مسكينه لاباس عليها. وقتاش جات عندك؟ وراك كتعرفي كتجي عندي كل الصيف للدار دوز معايا الصيف، لان الصيف ديال مراكش كيقهرها شويه وكتعرفي. بصح بنادم كيبات وعياتها ديما. واش غنقول لك؟ داكشي اللي اتفقنا عليه انا موجده، غنمشي نجيب لك التصبيق باش تعطيه للسيده. ايه انا اللي توعدت مها باش غادي ندي لها الفلوس. ايوا صافي انا جايه دقيقه. فضيله تصنتي فضيله. ودانا كنوصلك. شوفي فيا شي هاد المراه عزيزه عليا بزاف، ونبغيك تكوني معاها مزيانه. واللي قالت لك خصك ديريه، واللي قال لك راجلها خصك ديريه، بلا ما نوصيك عندك كتحشمي بيا. صافي اختي سكينه هالامانه، واسمحي لي بزاف عاد. ويلي علاش غنسمح لك؟ ما درت لك والو. ويلي هنا خطك عليا، عمري ما ننسى لك هذا الخير. لا لا ما كاين حتى شي مشكله اختي لطيفه، على انت ماشي عزيزه عليا بحال اختي ولا اكثر، هذا واجب. اجي واش سبق لي خدمه عند شي حد؟ اختي ما نكذبش عليك، انا ملي سمعتك جالسه بلاش دبرت لك عليها، والدخلانية يعلم بها الله. وليني غادي ان شاء الله تكون كتحمر الوجهه ولا شوفي اعتني براسك وكوني نقيه وكوني على بال، راكي مع ناس نقيين ولاد عائله، وهكا نبغيك تكوني كي وصيتك. ايوا نوض دابا، خليتكم على خير. ويلي على حشومتي، انت كاس داتي هو الاخر ما شربتيش شاي. لا لا ما تقوليش هكاك، يا مراه طويله مره اخرى ان شاء الله. ولكن والله كون ما كانت الحاجه مريضه لا مشيتي. ربي يخليك اختي. بوسي لي كريم وسلمي على سيدي عبد اللطيف بزاف. وانت انت سلمي على السي المختار. سلام سلام. سمعتيهم جاب؟ ايه سمعتهم، انا خارج. شنو غدير؟ غتغدى في الدار ولا غتغدى ليا؟ ما عرفت. عرفتي اش غيجيك مليح، خليك مغدي تمايا، انا باغا نشوف هاد البنت اش كتعرف دير. ايه واخا. يلا. لا احنا ريش هاد الشي هدوم الغوات. لا غوت لا لا غادي نخلع. لا 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 ما تغوتيش هدوي هكا. شوفي ما عندكش غير شغل واحد، عندك الطياب والمصلوح والفراش والتصبين، وفوق من هاد الشي كله كاين كريم. كتعرفي بعدا تربي الدراري. معلوم انا كنعرف ندير كلشي. ما عرفتيش غديري من الاول؟ نوضي غسلي بعدا وجهك، راه باين مازال فيك النعاس. فيقوني بكري وانا مازال فيا النعاس.
فينا هو الحمام لالا؟ اجي نوريك الحمام. صحيحه لاباس الحمد لله. الحمد لله. ايوا والله طفان، ايوا والله طفان، مشطونا مع واحد الخدامه جابتها جديده. ايوا على سلامتكم اسيدي، خدامه جديده. الله يسلمك. ومباركم سعود. مباركم سعود اللي هي بوحده، اما انا كون جات عليا بنقص. معلوم انتم يا الرجال ما كتضربوش لينا، حسب احنا العيالات مساكن. خليتكم على خير. جلس معنا شي شويه. مالك طار ليه؟ لا ماشي طار ليا، غير وكان واحد. الله يهديك. لا دابا حيت انا واحد السيد دير معاه باش نتلاقى انا وياه هنا، وشتو باقي ما جا. جلس بعدا حتى يجي وسير. قول لي كي داير هاد الخدامه؟ والله خويا انا باقي ما شتها، كي شتي انا كنت جاي للنادي وهي كانت داخله ما تمكنتش نشوفها. عندك تكون بحال هذيك اللي قالت لينا عليها هذيك النهار وشكرات فيها، وفي الاخر صدقات عامله عصابه. انا بعدا سبريت منا. قول لي بعدا كي داير سيدي كريم؟ الله يحفظك. كيدير شي شويه شويه كيدير شي شطور؟ اييه ايوا راه كيشتي المساله ديال با هي اللي كيدير. ايوا تبارك الله سيدي، ربي يخليك. ربي يخليك. سام طيب. نعم سيدي. نديرو انا وياك شي ماتش ديال التنس؟ ما يمكنليش دابا حيت كيشتي انايا موعد داك السيد داير معاه، ندير معاه ماتش. سيدي عبد اللطيف. نعم. شوف راه داك السيد كيشير لك. كناوي راه هو مول كبوط الحمر. لكن هذوك اسكيطا زرقاء ياك؟ راه هو. اي هو هذاك ياك، ما هو اللي جيتي عليه. ايوا انا جاي، انا جاي. احنا هنا الى ساليتي اجي. الله يحفظكم. يحفظك. اجي نقولك اجي هذه الخدامه اللي غتعاونك. ومالها؟ لا انا شتكت في قصه، هذه ماشي خدامه. ويلي عوض لطيف، انت كلشي كتعلق علي. اسمع شتي كي كتحرك ما طعناتكش يا اختي. باز انت حتى حاجه ما كتجيك هي هذيك. انا راه كنهضر غير في الحاجه اللي هي خايبه. انت بعدا عمر شي حاجه ما جاتك مزيانه. اخر لا ما قلنا شيء، المعسل هو الاخر قال لك. ها هو اللي كشر، ها هو جا تلقاه هو اللي نعسها وجا. بلاتي انا جاي. سير اودي سير، خلاص فيق هذيك هرمة. قلت لك فيقي يا هرمة تقعدي. عيطت يا لالا. على انت اسمك هرمة؟ شوي لي فيك ان شاء الله. انتظرنا كايطوا لي هرمة وكتعجبني. ايوا هي نيت لي تجي معاك. غسلتي بعد الطباس اللي قلت لك تغسلي؟ ما يصبح ويفتح هربانين. وين على دابا يصبح ويفتح؟ غيبقى داك الجبن ديال ما انت الغدا في الصباح. ما تقلقيش دابا كلشي نصوبو غير تهناي. والله غدا في الصباح ما تغسلي وانت ندبر معاك. قال لك يصبح ويفتح مزيان. لقيتي انا عسايا قلت لك. بعد مني عفاك عبد اللطيف. انا بعد منك ياك، بعدها شفتي بعينك.
خلاص البنت يلاه جات، واش كيصيفطوا معلمات للديون؟ غتصيبها مسكينه مولفات ناس مع السبعه د العشيه، شويه شويه غادي تولف. اييه شفتك كدافعي عليها. ايوا واخا لالا ما قلناش، انا طالع لفوق الناس. اش غديري دابا انتيا؟ راه بعدا نسالي شي مقال هنا شويه، انا جاي. واخا ويلي انت لالا قتلتيني والضحك هاد النهار، صافي بارك عليا. يا نعيمه اختي، واحد حلوق عندها كيخلع عندك تكون مسكونه. يا ويلي بسم الله الرحمن الرحيم، اجي ولكن شكون عارف؟ راه هادوك المسكونين هكذا كيكونوا، وعندها واحد الهضره ثقيله كتدخل على الكبيقه. انا بحال هادوك كيخلعوا يا اختي. ايوا اش دار لك فهاد الشيء؟ ودابا انا وياها تخليها. ايوا اش غادي ندير؟ ما كتعرفيش المثله اللي كتقول من قلت الوالي عملت القط خالي. اه يا اختي عندك الحق، وانما هاد الشيء كله ما كينفع بوالو، غير غادي يطعنك وخلاص. صباح الخير عليكم. أهلا. صباح الخير. ايوا اش كديروا؟ كاينه شي خدمه ولا؟ صبتيني كنعاود لنعيمه على مشكلتي جديده. ياك لاباس ياك ما الخدامه جديده. لو كانت تعاود لك لطيفه على خدامه جديده تموتي بالضحك. مالك عندك معاها شي مشكله؟ تقاله يا امينه اختي تقاله. هادي يومين باش هي عندي هلكتني. هادي تيخصها الخدامه ديالي تذوقها شي شويه. حنا عاود تاني انا وراجلي نجيب كانت شكا من الخفه والزهاده ديال الخدامه، عرفتي كطير، الا قلتي كطير كطير. ايوا سبحان الله ربي خلق وفرق. الغدران والكيسان ما كيدوزوش السيمانه، ما كاين غير التهراس، بالحق كتخلص اللي هرساتو باش حنا ساكتين عليها. ما كتخلي لنا فاش نهضروا، كلشي كتعرف دير. ايوا شوفي يا اختي حتى زين ما خطاتو الاولى. عافاك امينه يا اختي، انا مزاوقه الا ما ديري فيا واحد الاجر. بحالاش؟ لاقي خدامتي مع خدامتك، على الله تحيد منها شويه ديال الثقاله. ويلي يا اختي لطيفه، خدامتي انا جلست مع الخدامه ديالك، تنوض فيها الشياط، تردها لك جن وكيطير. ايوا عملي فيها هاد الخير الله يكثر خيرك، لاقيهم يلا تحيد من هذيك الثقاله وتهنيني منها. على الراس والعين؟ نديرو السيمانه الجايه. نهار السبت يلا، باش تكون حنا غاديين للنادي، نخليها تضل مع الخدامه ديالك النهار كله، وملي يكون راجعه ندوزو عليها. وعليه متفقه. ايوا على هاد القيبات شحال ديال الناس غادي يوليو يطلبوها لك باش تعلم الخدامه ديالهم الحداقه. ويلي 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 جلست معاكم ونسيت علاش جيت. اش كيخصك بعدا؟ عطوني لعندكم شي كربون. انا راه تقضى ليا. وسير النجيب يعطيه لك. والو قال لك لالا الاداره الله يستر كلها ما فيها شي ورقه، كيتسناو تدخل الميزانيه. اصبر اصبر نقلب لك بعدا. بلاتي يمكن انا باقي عندي شي حاجه. شوف هذا من العام اللي فات، دابا حنا الاخر ديال العام ما بقى عندنا ما نديرو في الخدمه. يلا ميرسي اختي. وانت اش كديري؟ ها انت باقا ما ساليتيش القميص ديالك. مازال يا اختي حاصله فيه. باري نشوف. ها انت هاكي شوفي بعدا جابك الله، شوفي لي هذا الشيء واش هو هذاك؟ لا لا صافي هو هذاك، غير منين تسالي الشبكه زوقيها. الزواقه بعدا هي هذيك؟ هي هذيك ما يتسالكش، حتى انا غير مسربي عليا واحد الخدمه ونبدا في القندوره ديالي الجديده. ياك ما عملتيها بشكي المعلوم؟ لا لا هذه زواقه باقا جديده، عاد جاني الكتالوج ديالها من الشرق. ايوا خيضوا نتوما في الكتالوج والزواقه وخليوني انا خايبه مع خدامتي بوحدي. ايوا جاب لك ربي اللي غادي تحل لك المشاكل. وعلاش لا؟ بغيتيني نطير؟ بغيت ربي يطيرك ويهنيني منك، ما بقى عندي ما ندير بيك. هاد اليوم اللي دوزتي بعدا معايا كنتي فيا الاعصاب. وراني بوحدي وما كاين اللي يعاونني والشغل بزاف عليا. واخا نجيبك خدامه تعاونك، خدامه تعاون خدامه. بغيت ربي يسلط عليك شي خدامه تخرج عليك. ولاش؟ لا انا بغيتيني نعمل الشغل بوحدي. ولاش غادي يقول الراجل؟ وهاد ليا ما تفهمو غير محلول وكاس كينقر. هز عليا هادشي الكوزينه بغيت ربي يهزك. ان شاء الله ومتزنى حتى انا. هزي الطبا
بجوج في خطري هاد الهيشة. ويلي ويلي لهاد المرا شحال في هاد الزربة الله يستر. اش كتبرقمي؟ ما بقيتيش كتسمعي؟ دابا يتسرح ليا اللسان وتحيري فيا. يا ربي اش هاد المصيبة نزلت عليا وخلاوها الناس القدام. قال لي كثرت الهم كضحك. كل سنة اختي كل عندنا من هاد المصيبة كلها. يا ربي سلام يا ربي. سنة. نعم ماما. وكان بنتي غير مشيتي شفتي اختك لطيفة مدة هادي ما جات. سنة. نعم ماما يا راني سمعتك. واش بغيتيني ندير ليها دابا؟ كانت مرة كتضرب التليفون كتضرب طليلة هنا تاع خبرات ما عندي ما ندير ليها. انا وديك شي كيقول لك سير شوفها. ما يمكنليش نمشي نشوفها دابا. ها انت كتشوفي على عينك جالسة كنبريبار. ايوا انا خايفة هذيك متعلمة تكون دارت فيها شي فضيحة. عالم الله كي داير هذيك لالة الغزالة. اه ماما المتعلمات المسجدين كيخصهم الشهريه صحيحه وانتم ما كيخصكم على الحاجه ديال الفابور. ايوا اش ناقصهم؟ واكلين شاربين مكسيين والشهريه من الفوق. قولي شنو خصهم؟ الله يهديك مامي. الناس في هذا الوقت كيخصهم يعيشوا مزيان ومن طو يجمعوا شي حاجه لدوير الزمان. ايوا نتوما هذا الجيل خاصكم غير فلوس والجلاس. دابا انا وقفت عليك باش تمشي تشوف اختك وانت شوفي رجعتي الكلام. واخا مامي انا غادي نمشي نشوفها وعاد خليني نقرا دابا الله يعطيك السر. ايوا شوف دابا حتى باك تعطل علينا بالمقديه فوقاش غادي نطيبوا هاد الغدا. واقيلا حتى هو بغيت نمشي نقلب عليه. خليني نقرا مامي سيل توبلي. ويديك الله يا بنتي سير شوف اختك. واخا انا غادي نمشي نشوفها وهانتي عقلي ذنوبي عليك. لا حول ولا قوة الا بالله هاد البنت كي ولات. الكويزين كيف دايرة؟ سي با بوسيبل. وعاد زايدين نعسين هما الخدامة ديالهم. صباح الخير اختي. والله ما حسيت بك كي درتي دخلتي. شكون حل لك الباب؟ بالصمت اللي عندي. هذيك الزغبيه مازال ما فاقت. سي با وزيده كتغسلي في الومان. ايوا منين ديك العروسه عندكم مازال نعسه قلت انا نغسل هاد المعنات على الاقل عاملين تفيقوا تلقاو فاش تفطروا. عرفتي شنو لقيتيني غير غنسالي هاد المعنات ونصاوب لكم حتى الفطور. والله انا درتي فيهم يدك حنا نجيب الخدامه. نو نو با بروبليم اختي با بروبليم غير سيري. وي انا با بروبليم صافي خلي عليك داكشي انا غنمشي فيك. ها يلا واخا غير سيري. اسعدي وفرحي بمولا الدار. والله لو كان ما كنت خايفه ملي خلقني يا تا صبح عليك بشي سطر ديال الماء. قلت قاعدي الله يقعد قلبك. شنو كاين لالا؟ والو عندنا العرس. انا نتوما ما جالسينش اليوم. واخا غير جالسين غنصبحو ناعسين ونصبحو صايمين. شحال الساعة دابا؟ يلا العشرة مازال الحال. نوض اغسل عليا ديك الكمالة ومن هنا قصوين وغير الماعن كلهم يكونوا مغسولين. سمعتيني؟ بغيت انا لالا. صبحنا الله. اشنو فقط؟ بالدرع مصيبه هذيك وصافي. وتا نتوما اختي نامبورت كي كتموجيبينو. ويلي على نامبورت كي السناره واش طلعت
شوفي انا غنمشي نجيب كريم ونجيب لي حوايجه وشدو زين ضربه. اشنو غادي نادي؟ معلو غادي نادي راه تعطلنا. ايوا الخدامه شنو ندير معايا؟ الخدامه عندي بها شي غرض. غرض بحالاش؟ حتى من بعد نقول لك انا غنجيب كريم حوايج. يلاه سير في دغيا. صباح الخير. بونجور سناء. بونجور صافا. سي تري جونتي. الله يحفظك. كاين شي فطور؟ فين هو الفطور؟ بلاتي نصايب الفطور. يا باقا هرمه ما فقت. جيت لقيت سناء هي اللي كتغسل في الماء عاد دابا فيقتها. ايوا انا غنفطر في القهوه النادي لبسي حوايجك راني كنتسناك. انا جايه غنجيب لك كريم ونمشي. يلاه ودغيا. شرطه عطيها. يلاه لبس حوايجي غير بعدا دوك السوار. عرفتي اش غنديرو؟ غندوزو عند امينه هي الاولى ندوزو ليها فضيله. على امينه ما غاداش النادي؟ لا عيطت لها البارح قلت لها غندوز لها فضيله باش الخدامه ديالها تعلمها شويه ديال الحداقه. انا هاد الخدامه تعاون الخدامه ما باغاش تدخل لي الراس. مالنا حناش خاسرين خلينا نجربو هاد التجربه. وا جربي هاد التجربه. يلاه زيدي تحركي. وما فين غاديين بيا؟ هي على فين غاديين بيا؟ غنمشيو عند امينه باش تشوفي الخدامات الحداقه اش كي كيديروا. وغادي اللي غادي عندو زعما حادقة. إوا زيدي تشوفيها واش حادقة ولا لا. يلاه طلعي. زيدي زيدي طلعي. القضية في بالك؟ في بالي ما يكون غير خير. شوفي غادي تدخلي واللي قالتو لك البنت غديريه حتى العشية وندوز موراك. هادي هي الحادقة. هادي هي الحادقة لالا. إوا دابا نشوف. يلا زيدي. زيدي دخلي. وبسلامة هاد الساعة. بسلامة. ما نحتاجش نفسي. لا ما تخافي شكوني هاني. يلا بسلامة. بسلامة. شو هذا؟ زدم زدم. السلام عليكم. بونجو. أهلا. سلام طيب. سي نجيب. لا لا بخير. مساء عليكم. بارك الله فيك. جيتو قبل منا. عينا ما تسناو فيكم. كيفاش راكم صبحتوا ناعسين حتى لهاد ناعسين. هاكي عارفه مشكلتي شناهي؟ والله الا من 10 ونص وحنا كنتسناو. اخويا حنا عندنا الخدامه مقاده. والله تفقصتني على الصباح. وفين هي دابا؟ دوزتها عندك للدار باش تدرب. وايلي درتيها بصح. وشنو كنضحك؟ على هذا الحساب غادي تخلصونا على هذا التدريب. اسيدي غير القضيه تنجح اللي طلبتوها تجيك. غاديه تنجح غير الا كان ميت لها القلب. او مفضيه بالتمام. صحتك. انت عارفك علاش كضحك؟ حيت ما كتحملهاش ياك. ولا هذا الواقع اش فيها مين تحمل. اسيدي وجينا هنا باش نهضروا على الخدامات. شربوا شي حاجه. يلا صبتينا فطرنا. اشنو شي ماتش ديال التنس؟ يلا يلا احنا واجدين. احنا وجدوا راسكم. يلا سي ونتلاقاو في الملعب. شتي جدي معايا من تما مزيان؟ لا تندي شويه ديال الرياضه. هزي صاحبتي هزي هزي. من هنا؟ اه من تما غير. واو علاش؟ شي بزاف عليا لالا ثقيله تجي ثقيله
الخبز، ولكن ناكل الخبز نوز تقل. وكتعرفي عاود تقبطي غير الفلوس. وانا كنشد شي فلوس ورا دارنا اللي كيشدهم. وسيسي من هنا هزي. منين تاني؟ سيري من تما باش نصاوبو هادشي مزيان. من هنا؟ اه من تما. واخ واخ واه امي ناري يا صاحبتي، كنتي غادي تطيحيني. هادشي بزاف عليا. واه انتي واقيلا ما عندك عقل. كيفاش ما عنديش العقل؟ انتي جالسة تضيعي في صحتك هنايا. قولي ليا شحال انتي خدامة عند هاد الناس؟ هادي ربع سنين واني خدامة. علاش كتسولي؟ علاش؟ عقلك صعيبتي وليتي بحال السكولات. وعلا انتي ما خداماش؟ كتعرفي غير تاكلي وتنعسي. انا كنخدم وكندير داكشي اللي قالها ليا مخي، واللي ما قالهاش ليا والله ما نحط في يديا. ولعيني هاد الناس راه دايريني بحال بنتهم. بحال بنتهم؟ عقلهم خرجوا يتسالوا وداوك معاهم. وانا احنا مساكن ما عنيناش الله نخرجوا نشموا شويه ديال الهواء بحالهم. ما نعستيش مزيان؟ اش من الناس الله يهديك منوضني مع النبوري. نوضي حقا نوضي تخزي المان. وعرفتيني انا فوقاش كنوض؟ كنوض في الستة. ما كتجي فين تجي السبعة، حتى كيلقاوني وجدت ليهم الفطور وسيقت الدار وغسلت المان وكل شي كيشعل. وانتابي يا صعيبتي راسك، راه لا خطاتك صعيبتك راه ما كاينش اللي ينفعك. انتي كاع ما شتي هادي، غير لا طاحت لي شي حاجه وتهرست كيقطعوها لي من الشهريه. قطعوها لك من الشهريه؟ ايه، غير داك المره كتهرستو حسبوه عليا. ومازال جالسه مع ام صحيبتي؟ واني انت راه ما عندك نفس. واشنو غندير؟ اش ديري؟ سيري قلبي لك على شي محل اخر، سيري ترتاحي وبعدي من هادو. عاوتاني انا اش غادي ندير؟ جيبي لي صحيبتي شي ملايه نمشي نعس نكمل نعاسي. وانا ودي خليك مع هادو حتى شي ناطع صحيحتك وما لقاو ما يجمعوا فيك. غندوز عند الوالده نجيب كريم وانا عندكم. هي نسبقوكم؟ ايه هو ما نطقطش عليكم. واخا احنا غنعاينوكم باش نشوفوا النتيجه كاملين. يلا هادو. السلام عليكم. فينا واحد الجند كريم؟ عرفتي الا تيت تخي كامرا كاع دابا كيلعب في البيت. بصح والله العظيم. اهلا مرحبا. انا بس امال خير؟ سي لاباس؟ لا امان. انا سي عبد الطيب. ماشي لاباس. مرحبا بك. سي لاباس؟ الله يبارك فيك. كدي واحد السن كي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. شنو با ما كاينش؟ لا في الحال جلسوا. مرحبا. ايوا فين هاد الغيوم؟ مع الوقت والله الا الوقت اللي نصيب نجي نشوفكم ما كنلقاهش. واقيلا درتي خدامه جديده. خدامه جديده قلت لك كتجني السنه ياك. سالي قلتي لها الخدامه ديالك يبوعوا. وين ياك ما هادي شي شهره؟ الله يحفظك بهاي اللي علمك عليها الله. ايوا صافي باركه من الطنس. ايوا فينا هي بعدا؟ مشات امامي دير 16. فينا 16؟ من بعد مشى عليك قضيه 16 هي. زوينه هاد القضيه ديال 16. سي فورميدابل. وانا ضد وانا عملنا شي قيمه. لا لا والله الا بلاش. علاش؟ هي حيت غنمشيو دابا. هي دابا حنا درتونا غير قنطره. لا واه حاشا لله، لا حاشا لله. خاصنا ندوزو حيت الخدامه خليتها عند صاحبتي وخصني ناخذها. ايوا علاش ما جبتهاش لهنا؟ كي غندي نجيبها؟ البنت اللي خديت ناقصه ومعكازه وما كتعرفش دير الشغل هي ضها ليا بهله. ايوا كان جبتها ليا نشوفها. قولي لها مامي اش بغيتي تشوفي فيها؟ ما فيها ما يتشاف. والله الا كل واحد وزهرو. عندي واحد صاحبتي عندها واحد البنت كطير مع الطيور، ما كتجي فين تقول الحاجه حتى كتلقاها دارتها. وقت زعما نديها عندها تزرع فيها شويه ديال النفس. هذا هو الستاج اللي دوات لك عليه سنه.
مزيان تبارك الله. دابا انت حيت خفتي تفقسقسي فتات تفقسو غاجبيها ولا عالك وعادي نوريك عادي تولي ويلا شبقيتي بيها مامي واش حمقتي ولا مالكي تجي منا حمقاني للدار تحمقنا حتى حنا. اسمعني لا امل سمعي مني هاد النصيحه بعدي من البلاله يبليك هذيك راه خصها المسطان. ما تخافش عليا سيدي عبد اللطيف انا مولفه بهم كيجيو عوجات وكنقادهم. انا بعدا ماشي شغلي خرجوني من هاد السوق. اسيدي مالها غتقتلها انا راه عارفه شغلها الا لقيتها مصالحه شي غتقول لها بالسلامه. خليني ندير من هاد قولي لي وقتاش ندوز هاد انا واجده نديرو السبت واحد المجيء ايوا نيت يلاه نوجد لها انا شنو يمكن لها ديك اليومين والله يعذر السلامه وصافي راه غندوزها صافي غندوزها. فهمتك شي حاجه؟ اه اشنو فهمتك؟ ندير كلشي بالزربه ونصبن ونجفف ونغسل الماء وشي حاجه اخرى ما نقولهاش ليك. هي دابا غادي ديري الشغل كلهم بالزربه. وعلاش لا؟ ولكن انا لا الزربة راه ما مزياناش ولا بغيتيني نزرب زيديني شوية في الفلوس. هوا لالا غير زربي حيت بغيتك نشوفك في الدار حميمة لطيفة وخفيفة وتسربي في ساع الشغل وتانا غنزيدك شي حاجة وما نقولها لكش ما يكون غير خاطرك لالا. هوا دابا سيري للكوزينة وضربي واحد الحكافه على تركال دوك الماعن ومن هنا ربع ساعه نبغيك تكوني ساليتي كلشي وهنا غنمشي نصلح شي حوايج بيت الناس واخا هنا شويه نجي يلا الله يعاون غيكون يان يا لالا. واحد ثلاثه صافي خبعتي ها تاخذ شي فين درتيها؟ ايوا الا بغى الله راه بانت النتيجه. شنو النتيجه؟ النتيجه ديال التدريب. بانت الصوره هادي ايوا مالها جاتك عجب شحال من حاجه ممكن تحقق في وقت قل من اللي كنتي كتنتظرو. اي اش كدير دابا هي؟ كتغسل الماء قالت لي غتساليهم في قل من ربع ساعه. ربع ساعه هيا هيا وليدي افرح السيرة ولي عندنا في الدار مجهد. ايوا خلاص عبد اللطيف بلا تعليق واه اللي قلنا هيا فرش خالتك الماء نفقل من ربع ساعة دابا ربي يجي منك محسن. صباح الخير عليكم. صباح الخير. ايوا الله لقيتينا دابا كندويو على خدامات ديالكم. اختي لطيفة أمينة مالك؟ راني جيت باش نهضر معاك. ولي ياك لاباس زعما ما عرفتيش شنو كاين؟ اشنو واقع؟ الخدامة ديالك الغزالة اشنو هرست لك شي حاجة؟ غنصاوب واشنو دارت؟ عوجات عليا الخدامة ديالي. كيفاش زعما؟ عمر الخدامة ديالي ما كنت نقول لها دير الحاجه وتقول لي لا ولا تبركم عليا. البارح يا لاله بحال اللي هزيتي خدامه وحطيتي واحد اخر. الخدامه ديالي تعوج الخدامه ديالك. لا لا هادشي ما يدخلليش لدماغي. ايوا لاله هادشي اللي وقع الا ما مشي دابا ولقاها جمعت حوايجها وزادت خلفه. ايوا يا لاله بازيله دارتها. ما كنصدقش انا خدامه حالتها ومعكازه تقدر تاثر على خدامه حادقه وقاده بشغلها. ايوا لاله هادشي اللي راه وقع عرفتي راجلي نجيب البارح منين قلتها ليه طلع ليه الزعاف وطار ليه. ويلي ويلي على حشومتي مع نجيب اختي قول لي اسمح لي والله ما كنت ناويها. ويلي ولا انت غادي تنوي شي حاجه خايبه فات امينه. انا ما نكذبش عليك اختي لطيفه انا ما صبرتش فيا وقلت والله حتى نجي عندك ونخوي عليك قلبي. عرفتي الا مشات لي ديك الخدامه محال واش نصيب بحالها. يا ويلي انا عارفه سوليني انا اللي مجربه. ضعيف دابا انا لقيتيني جاي في الطريق وتنقول مع راساتي حنا الحماق ديالنا ما قديناش عليه نعطيوه لغيرنا ولمن لاعز اصدقائي واصدقائك. والله عبد اللطيف ما كان قصدي هذاك غير بعض المرات المسائل كتمشي عوجه وصافي. اسمع لطيفه انت العيب ديالك ما كتسمعيش الهضره ديالي انا وكديري غير داكشي اللي قال لك راسك. بغيتيني انا نصيفط هاد المتعلمه الكفره لصحاباتك كيعلموها الحداقه. تيقول المثال اللي عطى ربي شي حاجه عطاها له. ايوا اللي كتاب كتاب ولكن عمرها ما تعاود. ايوا انت غتصيفطيها لداركم. ويلي ضربه برانين. لا انا خفت غير دير شي مصيبه لديك مرات باك. ياك هي اللي بغات وزايدون مرات باك هاده بالخدامات وكتعرف كي دير تعامل معاهم. صافي صافي تكلمي
اشنو بغيتي تاني؟ على هنا لا ما شميتيش طوالي رديتي كتحرق. اويلي يحفظك. ايه قلت لك تفعلي عندها شويه. بقيت حاضيها ويديني النعاس. داك النعاس؟ اويلي اويلي وبقات ناغي في المسكه. الدري راه وليده بعقلها ديال السبيطار. قتلتيني. يلا سير جمع الحوايج دابا نديك لضربه. هاي الثاني نمشي للتدريب. تمشي للمقابر ان شاء الله. افيك هذيك ماما غوله. جيب ديك الحوايج. انا وجدت لك مصلوح. ودي صلاح هاد الحوايج كلهم. انا ما كنعرف ندير هاد الشيء. غادي تعلمي. من يسخن مصلوح حدي هاد الحوايج فهمتي؟ وريني كيفاش ندير. هراني وريك. هات تلقي الحوايج وشوف المصلوح واش سخون. عندك يسكون سخون بزاف راه يحرق لك الحوايج. هات تسكي مزيان وجبتي الحوايج فهمتي؟ انا ندير هادشي كله ونصبن ونعجن ونطيب ونزيد حتى بالمصلوح. واش بغيتي دير؟ حاجه ولا جوج وصافي. انا ما عندي صحه لهادشي كله. زيد لهنا تعلم المصلح وبارك عليا من الهضره. ماشي شغلي الا تحرقت شي حاجه. الا حرقتي شي حاجه غادي نعطيك الخد العصا وتعلمي. لا انا قدي باقي ياكلوا العصا. ايوا لا درتي علاش عاد تاكلوا العصا؟ انا مجي عند لطيفه عزيزه عليا وظريفه. ايوا شو دابا ساعه وانتي كتهضري وجريتي لي حتى ثاني معاك. زيد لهنا تعلم وبركه من الهضره. هادي راه ديال النيلو عندك تحرقها ما ديرلهاش المصلح سخون. هادي باغا تحرقت عليا. انا راه ما نعرف ندير هادشي وما عندي صحه لهادشي كله. يلا لقيتيني كنفكر في واحد الحاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ ظهر لي الخدامه ديالنا شاده مع مرتبة. ولا واه المعسل هو الاخر. لا 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 باينه لي مرتبة عارفه ليا صوالحها. هذيك راها مسكونه وخصها شي فقيه اللي يصرعها عاد غادي تقال. بركة عبد اللطيف خلاص من هاد الهضره. اش بينا وبين هاد المصيبه؟ اشكون؟ شي واحد دخل. ما تكون غير سرعه بوحدها عندها السوارت. الطفول ديالك مالها شنو دارت؟ ضربت مامي مسكينه راه مشات دابا دير بونسمون. واش باغا تحمقيني باغا تسطيني؟ ما درت لها والو هي اللي ضربتني الاولى. مونتاز انت اللي طيحتيها. سوغ فيغ صيفط عليك الويل اختي. يحفظك. اش هادشي درتي يا عرمه؟ والو انا كنت كنضرب المصلوح الحوايج وداني الناس ويتحرق لها واحد القفطان ويتجي ويتبلد الظروف فيا ونندفع ويدك ويتنط ويتغوت ونندفع لها راسي ويطيح على الطبله. سي با فغي مامي ضرباتك وانت طيحتيها ومامي سمعناها مسكينه جالسه كتغوت. سوغسيغ اوه الا في الباغ. صافي سيري دخلي بحالك حتى نشوف لهاد الشيء بحال. يلا لا لا لطيفه انا بغيت نبقى معاك انت يا ظريفه عزيزه عليا. بغيت تبقى معاك انت يا جو مون في نمشي نشوف مامي كي بقات. انا شويه غندوز ما يكون عندها باس. خصنا نشوف مرات با كي بقات. ودابا نمشيو بعدا عجبك اشنو درت هاد المسخوطه هادي؟ هو هي اللي بغات قالت لك باغا تدوز على الخدامه تدري باش غندير ليها. شوف شكون الا كان شي واحد عليا انا راه في بيس كنبدل حوايجي. الو شكون؟ اهلا خالتي السعديه. كيف طرا وجرا؟ ها واحد ليله شخبارها؟ عبد اللطيف يلا صبتي دخل البيت دابا يبدا الحوايج. ويلي خالتي انا نقدر نرفض لك شي طلب؟ ويلي عارفه اش كاين ديما الضيف عندك انت في ديك الدار عمرها ما خوات. الخدامه ديالك مشات
حاش غادي نقول لك خالتي كلهم خدامات فحال فحال، نهار تعولي عليهم كيخويو بيك. اشنو خدامتي؟ لا كنضحك، جاتني غريبه القضيه. لا راه ما تصلحش ليك، ما تقديش عليها خالتي. لا ماشي حيت صحيحه، راه هبيله وبهله وثقيله وما كتقضي حتى حاجه. اشنو غادا تقديها لينا؟ لا عارفك خالتي دوزتي الاشكال والالوان وتبارك الله عليك قديتيهم كلهم. لا 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 وشوفي ملي دابا محتاجه بها بزاف غادي نجيبوها لك. ويلي بلا جميل هاد العشيه غيدوزها لك عبد اللطيف. ويلي اللي بغيتي عشيه نهار يومين شرق تما ساليتي بها. يلا بسلامه، ما نوصيش حضي راسك منها. يلا بسلامه خالتي. انت كتضحكي اسيدي الخدامه ديالنا عليها نفاد. انا شكون درت التليفون؟ يلا لقيتي خالتي سعديه عيطات. سعديه ياك ما بغاتك تصير في الخدامه بحال داكشي قالت لك باغا تدربها وهي عندها تجربه في مقاده الخدامات. افرقي عليك خالتك والله الا ما فرقيها. خليها شكون قالك غتجي عليها يديها البركه؟ بركه؟ انا خالتك عندها شي بركه، راه هاد الخدامه الا مش عندها غادي ترقد لها قلبها وتجيبها حبل وبوت. ياك هي اللي بغاتها انا مالنا. اسكت فضيله فضيله. ايوا بقاي كتعيطي فضيله. الله محمود ديما تجيك فضيله. عيطتي عليا لالا وانا حساب لي سمعتك في الناس. لالا عيطت عليك غتمشي دابا عند خالتي. ولاش غادي نمشي لعندها؟ كيفاش علاش؟ الله سيري تشوفي كي كيكون الحد قاد. انا زعما ما ارتاحش شويه، ديما الخدمه الخدمه الخدمه. لا والله الا كتبردي القلب سيري نسي جلابتك بركه من الهضره. ها هو عبد اللطيف غيوصلك. يلا انا ما فهمتش، انا قدام عند وحده وندير شغال عند وحده اخرى. لبسي جلابتك هربه، انا غنلبس حوايجي نلقاك باب الطوموبيل. هادو ناس بجيش كل ما في قلبهم رحمه، ديما غادي بيا من دار لدار من دار الله. لا لا انا قلت لك الا بقات شي حاجه راه ماشي شغلي فهمتي. كانت بعتها للخدامه. شكون خدامتك؟ وهي خدامتي ومالها عاوتاني؟ الا لا جاني عليها الطلب ومنو بالسلامه. الا لا خالتي واحد المره تبارك الله عليها الا دخلتي لدارها تحيري بحبكتها وتاويلها. ياك ما الحاجه اللي عاودتيلي عليها اللي جاها كلمه من الخارج؟ هي هذيك الحاجه السعديه من كثرت الوسواس اللي فيها ديال الشقه مرضات مسكينه بالقلب. الضيف عمرهم ما خرجوا من الدار. حنا كيسخفنا غير ضيف واحد عام الله الا كانوا بزاف، وفين غنزيدوهم بشقاهم وبالغلا اللي كاين فين؟ وشحال بغاتها؟ هو بغاتها غير عشيه. انا قلت لها خليها عندك شي شويه باش دربي عاوتاني. وداك الشيء علاش كنضحك؟ قالت لك لالا شحال من وحده دازت عندها بحال هذا الشكل وقداتها. ايوا عندك غير وقع لها كيف موقع انا مسكينه. لالا خالتي تبارك الله عليها مطوعه 10 من هادو. هو يعلم الله دابا الحاجه كنقصي مع ديك الخدامه تا هي. احلي تبغاتك غير تما. ايوا هذا العجب جبتها باش تعاوني في الشغل زقت دخلت نتحمم تقول جبتها حد الداره. ماما اماما انا حتى كنقضيها في الكوزينه وغاديه نجيب الدجاج. سير بنتي هاد الخدامه راه تحمقني. ماما خليها تبرع وسير قدي شغالك بيديك. اخرجي اخرجي دغيا راه تبعينا بزاف ديال الشغل. انا خرجت عليا شنو بغيت؟ وانا على المزغوبة واش انا جبتك تغسل ولا جبتك تعاونيني؟ واش غادي ندير انا؟ لا هادي السيمانة ما دخلت الحمام سخون. ما انت تمشي عند المخدمة توصلها عندها. الحمام ديالكم سخون وزوين ويعجبني. قول لي هكذا وزيدي خرج معايا حالتك باش تعاونيني. ما نقدرش انا لا او انا ما نقدرش نحط يدي في الماء دابا. ايوا علاش بالسلامة؟ حيت انا ام الفايله خرجت من الحمام كنعشي شويه. كتنعسي شويه معلومه لالا. الا انت بغيتيني يضربني البرد؟ لا لالا ما بغيتش البرد يضربك.
انا بغيت نضربك الجرح ان شاء الله. وشحال بغيت نسي من ساعه؟ ماشي بزاف، ساعه او ساعه لو طولت. ويلي ساعه، ايوا قضينا الشغل معاك بكري. ايوا زيدي زيدي تنعسي ما تنوضي ان شاء الله. مع دار لطيف ورجلها قالوها ليا. تبارك الله تبارك الله. ايوا ها انت درتي شغلك بلا خدامات، اش وقع في ملك الله؟ مالك يا عبد اللطيف هنيني، انت ما كتشوف غير هاد الساعه اللي كلشي فيها مقاد، كلشي على حقه وطريقه. ما كتشوفنيش انا ملي كنكون فرقه على 70 طرف، ما حيلتي لهادي ما حيلتي لديك، ها كريم ها التصبين ها العجينه وزيد وزيد. انا راه دائما تنقولها لك، تنقول لك تيخص غير شويه ديال التنظيم وشويه شويه الانسان ينقص من الشغالات. زعما شنو انا معكازه؟ لا انت ماشي معكازه، انت الخدامه تعلموك العجز. مزيان تبارك الله. اسمعي غادي تمسحي الكيسان وتنقي الخضره وتردي البال البوطه. هادشي بزاف عليا لالا السعديه، انا مني مصعوبه. قولي لي علاش باش غتعاونيني؟ شي حاجه خفيفه وسهله. اخدمي ولا ما عجبكش الحال في عندي مخدماك وردي البال كوكوط. ها ودي منك تمشي توقع عليها شي حاجه. غير كوني هانيه لالا السعديه، انا ديال المره الاولى فاش كنخدم. انا غادي نمشي نتكلم في التليفون ونرجع لك. واخا مالي. الو ايه ولكن انا كنظن بلي حياتي بلا خدامات ما كتسوى حتى حاجه. انا بعدا ملي كنت صغير دارنا ما عمرهم دخلوا الخدامه اللي عندنا، امي كانت فيها كل شيء حتى با كانت تعاونها. انا ما كانت موظفه. لا ما كانتش موظفه، ولكن حتى لو كانت كاع موظفه امي ما تسمحش البنت للمراه دير يديها، كانت بلبسها. شوفي شكون. الو شكون؟ ليدا؟ هادو دخلتي علم الله شنو واقع؟ ياك لاباس؟ خالتي؟ غيبة؟ الخدامة؟ كيف وقع؟ صافي احنا جايين دابا بسلامة. اش كيبان كيف لاباس؟ نوض نوض نمشيو، خالتي غيبة ما عرفتش شنو وقع ليها مع الخدامة. يحفظك الخدامة عاوتاني، تا هادي دات في حساب. اسمعيني من هنا انا راه غادي نوصلك ما غندخلش. صافي لا تقوي هضره هز الدري ويلا نفتح حوايجك فيه ساعه. يلاه معاك. عجبك دابا هاد الشيء ياك؟ فرحانه دابا عجبك ليها حتى تخرجي على صحتها؟ ما درت لها والو، انا البوطه اللي دارت لها هاد الشيء والكوكوط. صافي تهنيتي حرقتي عشان اللي غياكلوا الضياف. دابا قولي لي كيف غيدير با مع الناس اللي عارض عليهم؟ كيف غيكون فيه؟ جابتك تعاوني ساعة خرجتي عليها. فين هي خالتي؟ فين كنت؟ راهي خالتي خالتي هضري معايا انا لطيفة. هاي تبعد على شي طبيب؟ مازال تفافيت ما عرفت ما ندير. ولا خاصنا نعيطو على الطبيب هو الاول في التليفون. راه هو اجي قلتي لي الخدامة هي سببها. صافي تهنيتي خرجتي لي على الخال اللي كنستاف في الدنيا. ليلى قولي لي شنو وقع؟ ما عرفتش بالضبط، جات عندي الخدامه ديالكم كتقول لي اجي شوفي امك مالها. دوينتي شنو وقع؟ انا ما درت لها والو، كنت في الكوزينه كنمسح في الكيسان وهي تخرج، وملي رجعت لقات الثياب تحرق. فهمت، وانت شميتي شيط وما طفيتيش على البوطه ياك؟ ما قالتش لي طفي عليها، ما قلتش لي طفي عليها، ما قلتش لي طفي عليها. دابا اللي عطى الله عطاك، ياك شفتيها مسكينه خالتي والله الا عزت عليا باش اللي طيبات الضياف تحرق. ولكن والله لبقات فيك. اش غادي ديري؟ بلاتي
سكينه مساء الخير. لا الحمد لله اختي سمح لي اللي عيطتك في هذا الوقت، رانا حالتي حاله لا والو غير ديك الطريه ديال الفطيره اللي صيفطتي لي للدار. انا مزوقه فيك غدا ما تخرجيش غندوزها لك. لا لا ما كاين باس، ايوا مكتوب الله اش غنديرو. يلا بسلامه حتى الغدا. يلا بسلامه. والله غدا لا بقيتي زدتي عندي نهار ناقص. ثم الخدامه كتبغيو تحاولوا عليهم الليل والنهار وكتبقاو تسلفوهم لحبابكم من واحد لواحد، هذه الانسانيه. هادي خدامة عندي في المحاكم.